مساء النور عليكم في كل مكان، ومرحبا بكم في هذا المباشر اللي هنتكلموا فيه الليلة إن شاء الله عن أسرة زغراد اللي تم يعني طردها بحكم قضائي من منزلها في مدينة إفني، ولجأت إلى الشارع وعاتبت في الشارع، وحتى لما عاتبت في الشارع لم يتركوها تبات في الشارع، يعني لم يتركوها، يعني ما ادوها للمركز للإيواء ولا مكنوها من الحق في السكن، وإنما قلعوا منها كذلك الميكا اللي كانت تتدفى بيها في الشارع العام، وخلاوها لدرجة أنها اليوم يعني طاحت مسكينة، يعني مغمى عليها في الشارع العام. هذه القضية اللي معروفة في إفني، ولا أحد يعني عاد تخافي عليه، وهي قضية تعكس هذه الازدواجية في التعامل مع الناس، مع المواطنين البسطاء. لما يتكلم من يتعلق الأمر بأحكام القضاء اللي في صالح اللوبي الفاسد المفسد، فإنهم يعني يسرعون في تنفيذ هذه القوانين حتى وإن كان يخرقون القانون، لأن حسب ما هو متداول في قضية أسرة زغراد في مدينة إفني، على أنه حتى تنفيذ حكم الإفراغ تم في 5 صباحا، وتم بالقوة، ودخلوا عليها بحالة داخلين عليها كوموندوس باش يحروا رهائن في دار معينة. والمعروف بأنه في القانون لا يمكن تنفيذ الإفراغ ولا تدخل أي سلطة من السلطات إلا في وقت معين، اللي هو ليس 5 صباحا بالضرورة. هذه القضية كيف قلت لكم، على أنه هي الآن تتابعها خصوصا جالية إيفني في أوروبا باهتمام كبير، لكن مطروحة من مجموعة من التساؤلات. ما التساؤلات موجهة أولا إلى من يحكمون هذا الإقليم، إلى من يمثلون الإدارة المغربية في هذا الإقليم، اللي يعني لا يحسون بالعار، لا يحسون بالعار وهم الآن يعني في فيلاتهم وفي ديارهم مع أولادهم ودفيانين في هذا البرد، واكلين وشاربين، ألا يحسون بالعار وهذه الأسرة تبات في الشارع ودايرة الميكا فوق راسها؟ ألا يحس هذا المسؤول بالعار؟ هل هذا المسؤول عنده ضمير؟ تكلم عن العامل، تكلم عن رئيس المجلس البلدي، تكلم عن رئيس المجلس الإقليمي، نتكلم عن أي حد لديه سلطة في هذاك الإقليم اللي هو إفني. ليس من العار والعيب ومن النذالة ومن الحقارة أنكم تخلوا أسرة تبات في الشارع تحت الميكا، وحتى من عاتبات فتحت الميكا قعدتوا تقلعوا منها كذلك الميكا باش تبات تحت السحاب وتحت المطر، باش تستسلم، باش تصفوا هذه في هذا الموضوع اللي يؤرقكم. ليس هذا من النذالة والحقارة؟ واش هذه هي المسؤولية؟ يعني بغيت نطرح السؤال، هل هذه هي المسؤولية التي ستسألون عنها يوما من الأيام، أو أمام الله سبحانه وتعالى منين تمشوا شوروا؟ يا من تتقاضون رواتبكم من الدولة من أجل باش تقوموا بخدمة المواطن، يا من يجب أن تخدموا المواطن، يجب أن تسهروا على المواطن قبل ما ترجع لدارك، قبل ما تجي لدارك وتدف في دارك وتعود دفيان في دارك ومتبرع مع أولادك. لديك واجب تجاه هؤلاء الناس اللي في المدينة، وبالأخص
النساء ولا الأرامل ولا كيف هذه الحالة اللي تبات في الشارع. ألا يحس المسؤول في مدينة إيفني عامل، هذا العامل اللي عامل تعجبونه غرف، عامل صاحب الجلالة، يسمع رجاج العنوان يقول سبحان الله، يعني هذا الشخص لا يعود شخص ليس كباقي الأشخاص، عامل صاحب الجلالة. هل يرضى عامل صاحب الجلالة بين قوسين والجلالة لله سبحانه وتعالى؟ أيرضى أن يعود الليل في داره متدفي وإنسانة تبيت في الشارع وتحت المطر بيت في الميكا لها ليالي وهي تبات في الميكا تحت الميكا وهو داير الشوفاج ومتغطي بالمانط وولاده متغطين بالمانط وواكل وشارب على ظهر الدولة من أجل باش يخدم هذه السيدة وغيرها من الناس من الفقراء والمحتاجين؟ ألا يشعر هذا المسؤول بالنذالة والحقارة؟ هل لديه ذرة من الضمير؟ واش عنده شي جزء من الأجزاء أو ذرة من الذرات للضمير باش يفكر على أنه راه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، ومسؤول أمام الدولة اللي عينته، وأما مسؤول أمام صاحب الجلالة والله ما صاحباش، والجلالة لله سبحانه وتعالى، أن يقوم بواجبه تجاه هذه السيدة ويعطي تعليماته ويبحث لها عن 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 مسكن، ويبحث عن حل مشكلتها، مشكلة السكن، ولا يرجعوا لها دارها، والله المهم يبحثوا لها عن حل ولا يتركوها في الشارع تبات تحت الميكا. ألا يخجل هذا المسؤول عامل صاحب الجلالة؟ صاحب الجلالة يدعي إمارة المؤمنين وأنه أمير المؤمنين وأنه سبط الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يتحذر من الشجرة المباركة الشريفة اللي ما نعرفهاش، من كل من هذه العبارات الرنانة الكاذبة التي لا بينها وبين الحقيقة، بين ما بين السماء والأرض. واش اللي شريف اللي شريف؟ لا نسبا ولا قولا ولا فعلا يسمح على أنه يعود واحدة من رعاياه تبات تحت المطر في إيفني، وراجلها ضحى وعطى دمه وقاوم، وربما يتعذب في قبره من يشوف هذه المشاهد، لأنه دافع عن وطن لا يستحق أن يدافع عنه، ودافع عن مؤسسات لا تستحق أن يضيع فيها وقت واحد أو يضيع من أجلها دقيقة واحدة. ويعجبوك في الشعارات أم إمارة المؤمنين، وكأن الأمر يتعلق بعمر بن الخطاب، وكأن يعني عمر بن الخطاب لا زال في 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 عالمنا وفي عصرنا الحالي، وأنه لا وجود للظلم، وهو الظلم تحت الحجر وتحت الشجر وفي الوادي وفي النهر وفي البحر وفي السماء وفي الأرض وفي كل مكان، الظلم يمشي على قدميه، الظلم في المغرب عاد يمشي على قدميه وما هو خايف من حد، وعاد يعلن بأنه أنا الظلم، أنا الظلم في إيفني، أنا الظلم في عين السبع، أنا الظلم في كل مكان، أمشي على قدمي ولا أحد يستطيع أن يتحدث معي، ولا يستطيع أحد أن يوقفني، ولا أحد يستطيع أن يقمعني أو يردني إلى جادة الصواب. ويخرج المطبلون إمارة المؤمنين، أمير المؤمنين الشريف، المملكة الشريفة، وكأن الشرف يعني لا يمشي في ذلك البلد، وهو ما بين كل مظلوم مظلوم، وكل المغاربة مظلومين، لكن الواحد كيفاش مظلوم وكيفاش متعسف عليه.
فيا صاع يا ممثلة صاحب الجلالة ولا الدجاجة ولا ما نعرف قاع من الأسماء التي ابتدعتم والتي لا علاقة لها بالواقع، يا هذا الممثل الذي أنت مسؤول عن 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 إدارة شؤون الناس في إفني، ليتحرك ضميرك إلا عاد عندك ضمير، ليتحرك ضميرك باش تنقذ هذه الأسرة، ما عندك خبارها أو تعطون التليفون التعليمات من وراء الحيوط لأنكم جبناء، لأنكم جبناء، أنا أعرفكم، أعرفكم جيدا وأعرف حجم جبنكم، تعطون التعليمات غير من وراء الحيوط، تعطوهم لي 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 لمن يقول لكم نعم سيدي، تعطوا التعليمات للباشا والباشا يعطي التعليمات للقائد والقائد يعطي التعليمات للمقدم، وهكذا من أجل إيش؟ من أجل باش تعذبوا المواطنين هكذا، وهما من حقهم. إذا تكلمنا عن الحق الدستوري، ومنين هو الدستور؟ كاين شي دستور في المغرب؟ كاين شي قانون في المغرب؟ ولكن هذا القانون اللي يسطو على حقوق الناس، هذا سريع التفعيل، سريع كل شيء يتجندوا من أجل التفعيل، حتى يستعملوا حتى الكوموندوس ينقزوا من الحيوط على السطحان باش يسمه هو يخرجوا هاي السيدة من دارها ويمرقوا هاي السيدة من دارها ويشردوها في الخمسة ديال الصبح، بحال راني جايني بحال جاي كتائب القسام داخل إسرائيل تحرر أحد من الأسرى. وأين أنت يا رئيس المجلس البلدي؟ وأين أنت يا رئيس المجلس الإقليمي؟ وأين أنتم يا رجال الأعمال الذين عندكم ملايير سنتيمات وتنتموا لهذه المنطقة؟ نتكلم عن الدرهم، ونتكلم عن بودرار، ونتكلم عن 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 مجموعة من الناس اللي تتحدث من هذه المنطقة واللي عندها الفلوس. ولا تستطيع أن تحل مشكلة مرتبات في الشارع اللي يسمنا العار عليكم، هذا راهو عاركم، هذا راهو عاركم، هذا عرضكم وهذا شرفكم ممسوس، وأنتم تتفرجوا تخسروا الملايير على 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 الزرادي وعلى الذبائح وعلى الانتخابات وعلى شراء الذمم، ولا وما تخسروا ريال على شرفكم الذي يضيع كل يوم من خلال هذه الحالات، وحالة زغراد وحالات الكثير وحالات الشباب وحالات الناس اللي مظلومين في المنطقة وفي غيرها. تفضلوا على أنكم تخسروا فلوس في التفاهات وما تخسروا على شرفكم ولا عرضكم، أنه سيدة بات في الشارع تحت الميكة لأيام وليالي لأيام وهي في الشارع، فم لم يقوم واحد منكم من هؤلاء المليارديرات اللي الذين عندهم الفلوس ما تلاقوا قاعد عارف مش ليعدوا بالفلوس، وضاعت نخوتكم، ضاعت نخوتكم، ويضيع شرفكم حينما تسمحون لهذه السلطات باش تشرد واحدة منكم، تشرد أمكم، لأن هذيك أمكم، هذيك السيدة اللي طاحت اليوم ومغمى عليها، هذيك أمكم، هذيك أمكم، ولكن ما فيكم ضرر ضمير تحرككم تجاه هذيك الأم. ويعجبوك في الانتخابات والشعارات والكذب، الكذب الذي يعني كيف قلت لكم عاد يمشي على قدميه، حتى هو يعني ظاهر وواضح ولا أحد يختلف عليه على أنه الكذب، حتى هو عاد ضارب أطنابه ولا أحد يستطيع أنه يحاجب الحق. فهذا شرفكم، هذا شرفكم، ويمس في كل لحظة بسبب الظلم. ما فيكم حتى واحد قد يعطي 20 مليون ويشتري لها دار هذيك السيدة، يا من تملكون الملايير، فالتالي يسلط عليكم الله الأمراض وتتعاقبوا مع هذوك الملايير.
ما فيكم واحد قاعد يعطي 20 مليون ويشتري لها دار على أسوأ تقدير. قال لا يتفرضوا منكم غار اثنين ولا ثلاثة ويشتروا لها دار ويحفظون شرفهم وعرضهم الذي يهان تحت الميكا. سوريا ما كان فيها هذا الشيء. الأردن ما فيها هذا الشيء. ليبيا ما فيها هذا الشيء. المخيمات قاع المخيمات اللي 45 عام وهما في العجاج والريح والسحاب والتكرفيس ما عندهم هذه المشاهد. وانتم تفتخرون ما نعرفاش بالاسترجاع. مات الاسترجاع، بقات في الاسترجاع، بقات في الاحتفالات ديال الاسترجاع. الفترة التي كانت فيها إسبانيا أفضل 100,000 مرة من الفترة التي فيها الآن المغرب. المرافق اللي كانت في فني في فترة الاستعمار الإسباني مشات ضاعت. المطار طيروه. مستوى الدراسة والتعليم اللي كان في فترة إسبانيا ما هو لاحق اليوم. والناس الدول تمشي لقدام والمغرب يرجع اللور، يرجع اللورة، يرجع اللورة، ويعجبوك في التي جي في ويعجبوك في الشعارات. وقال لك باغي ننظموا كاس العالم، والله مع كاساش كاس افريقيا، والله ما عرفش من كاس كاع. قال لك باغي ننظموا مع اسبانيا. بغيت غير هذا هذا هذه الاحلام، هذه التهيؤات، هذه التخيلات اللي عند النظام اللي يدوخ بها الشعب. بغيت غير 0.001 منها يعود على مستوى الواقع وينقذ اللام مثل هذه الحالات اللي تبات في الشارع. واش كاين شي دولة تحترم نفسها على أن تسمح بطرد أسرة كاملة وتشريدها في الشارع عند الدفة، بصفتها لها كوموندوس وتخليها في الشارع وتخليها في الميكا؟ وحتى منين عاد في الميكا جايين يقلعوا منها الميكا في الخمسة ديال الصبح، والله ما عرفش من ساعة. واش فيكم شيء إنساني؟ أنا والله أطرح التساؤل، نقول بأنه هذو الناس الذين يحكمون المغرب، وهذا يعني يتقاطع مع ما قاله القاضي قنديل ليلة أمس على ما أعتقد، والله ليلة أول أمس، يعني هذو الذين يحكمون المغرب غسل عليهم أيديك، لا إنسانية فيهم، ولا يصلون حتى إلى فترة إلى مرحلة الحيوانية، لأن حتى الحيوان فيه الرحمة وفيه الإنسانية. ومن يشوف حيوان آخر يتعرض للخطر يوقف معاه ويقد يصارع معاه من أجل باش ينقذوا. هذا لم يعود لا في الإنسانية ولا في الحيوانية. ناس لا تهمهم إلا مصالحهم وممتلكاتهم والسرقة والشفرة والقليعة والظلم فقط. يمضون وقتهم كامل في هذه الأشياء ولا يمضونه في خدمة أي إنسان. قولوا لي مشكلة واحدة حلت في المغرب، أعطوني مشكلة واحدة حلت في المغرب، أعطوني الآن. يا اللي عنده حالة انحلت في المغرب، مش مشكلة ولا ظلم ولا واحد تشرد ولا مجموعة من الناس تشردوا في الشارع ولا يباتوا في الشارع ولقاوا لهم حل، وجاوهم الصحافة عقب ذاك وتكلموا معهم وقالوا احنا الحمد لله راهم عدلوا لنا وفعلوا لنا وتركوا لنا وراهم جابوا لنا وراهم تهلاوا فينا. قولوا لي منين هو اللي قلعوا منه أرضه مشات، اللي قلعوا منه داره مشات، اللي قلعوا منه وظيفته مشات، اللي شردوه مشى، اللي قتلوه بالقرطاس مشى، اللي دهسوه بالسيارات مشى، اللي حرق راسه لأنه يطالب بحقوقه مشى، وهم يصمتون ويعطون التعليمات من وراء الحيوط لأنهم جبناء ولأنهم لم يعودوا لا من الإنسانية ولا من الحيوانية. لم يعودوا لا من الحيوانية ولا من الإنسانية.
وما كان غير الظلم بعد كل دقيقة الظلم، ويسرعون في تنفيذ الظلم، يعني عندهم سرعة في التعامل مع الظلم وفي تنفيذ الظلم لا توجد في دولة. أنا سافرت 13 دولة، زرت في إطار خدمتي السابقة 13 دولة، ولكن لم أشاهد ما شاهدته في المغرب. يعني يجتهدون في ممارسة الظلم بطريقة غريبة جدا، تحتاج إلى التحليل، وتحتاج إلى 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 يعرضهم على شيء أطباء نفسانيين باش يشوفوا كيف تركيبة هؤلاء الناس وكيف هي سيكولوجية هؤلاء الناس باش يتعاملوا مع الناس بهذه السادية. يتلذذون في الظلم، واحد يقعد عنده حقه يتلذذوا على أنهم يقلعوا منه حقه أو يراوغوه باش ما يعطوه حقه. واحد والله واحدة يمرقوها من دارها ويشردوها، ومنين طالب بحقها يمعنون في إذلالها حتى يعني يقتلوها بالبطيء. هذوك ديال الحي المحمدي والله عين السبع دوار حسيبو، راهم مازال يبحثوا لهم دائما عن الطرق باش يفشلوهم شوي بشوي شوي بشوي. راهم خلاهم في الشارع، من بعد قلعوا منهم الميكات حتى هما، بعد شرطوهم، بعد عادوا يعتقلوهم، بعد السجن في انتظارهم، حتى تمشي على خاطر 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 خاطرك، حتى تقبل بذاك الشيء اللي راسمين لك، احنا على خاطر خاطر خاطرك، وحنا عندنا من الوسائل والامكانيات اللي نروضوك بالطريقه اللي بغينا، ولكن نروضوك ظلما وعدوانا. عندك الحق فعلا، عندك الحق وتسال الحق، ولكن ما نعطوه لك، نعطو عليك ثلاثة المرات ولا ربعة، نخسر عليك أكثر مما تسال، ولكن ما نعطوك حقك. يعني هذا العامل ديال صاحب الدجاجة في فني ما عنده إمكانية يعطي تعليمات للكورونيل، كورونيل الإنعاش الوطني يقول له كرو له واحد دار، مرقوا له 1500 درهم كرو لها دار واحد العام ولا عامين ولا ربع ايمان ولا 10 ايمان وحلوا هذه المشكله. لا يجوا يقطعوا عليها الميكا في 5 ديال الصبح، ويضيعون الوقت ويضيعون الجهد ويضيعون الفلوس، وما ويذلوا هذه السيده، يذلونها اذلالا هكذا. واش لين نقول لكم؟ الله ينتقم منكم، الله ينتقم منكم، الله يسلط عليكم كل ما تفعلونه في حق المظلومين، كل ما تفعلونه ضد المظلومين الله يسلط عليكم في الدنيا والآخرة، وعليكم لعنة الله أيها المسؤولون الفاسدون المفسدون الذين تنسون على أنه من واجبكم حماية حقوق الناس. ونوصي أسرة زغراد على أنها تصبر، وفرج الله قريب، ونتمنى إن شاء الله على أنه الناس اللي يمثلوا جالية إيفني والله يتبع عمران في أوروبا يعدلوا مبادرة ويحلوا هذيك المشكلة. هذيك من يحكمون المغرب راه غير شي من الشفارة وسراق أحلام الناس، ما تعولوا عليهم، راه ما فيهم لا ضمير ولا إنسانية. تكاثفوا الجهود واحفظوا شرفكم، والله سبحانه وتعالى لابد ينهي هذاك الظلم الذي مستمر في المغرب، ولابد كلهم الظلام إن شاء الله يخلصوا. لن يكونوا أقوى من قذافي، ولن يكونوا أقوى من زين العابدين في تونس، ولن يكونوا أقوى من علي عبد الله في اليمن، ولن ولن ولن. والعبرة بالخواتم. تحياتي لكم، وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو آخر.